والله يا حضرتك احنا جايين النهارده محمود فهمي من بلاد الدكرور، جايين يوم في حب مصر ويوم في سبيل الله عشان نقول برضو ما زالت ان ايه الثوار ما زالوا موجودين، وجايين كلنا مسلم ومسيحي على ايد واحده من نيل واحد وعلى ارض واحده، جايين نقول للحكومه وجايين نقول للجيش نحن هنا. ما زلنا من يوم 25 برضو بنتردد الى ميدان التحرير، وجايين طبعا بنقول للناس كلهم كل سنه وهم طيبين والحمد لله رب العالمين. يعني ان شاء الله يكون النهارده في فطار في ميدان التحرير وكلنا متواجدين يعني على قلب راجل واحد وجايين في سبيل الله. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج، عرف نفسك يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابو هاشم الشرقاوي. منين يا حاج؟ من الشرقيه. جايين النهارده عشان طبعا ايه الحب في مصر وفي ثورة 25 يناير، وانت شايف الكلمات اللي احنا ايه كاتبينها بتعبر، وهي ديت خير دليل على ان احنا ايه بنحب مصر وعايزين نحافظ على ثورة 25. ثورة 25 المفروض ان احنا بنحافظ عليها. شكرا. وكل عام. ايوه يا حبيبي. انا اسمي سعدية محمد عبد المجيد من شبر الخيم من عزبة ناصر شارع 11 بيت نمرة 32 من شبر مصر من شبر الخيم. صورة ابن واخدونا من الدوله من 4 سنين كان بيقول حسن مبارك حرامي وحسن لا اله الا الله حسن مبارك عدو الله اسمه وليد علي احمد حسن. تعبان نفسيا وخدوه من السيده زلم من نفس المقام، خدوها من الدوله بتوع زغل. هم واخدونه محتالين. فين يعني سجن؟ محتالين ما اعرفش فين حته يا باشا. ايوه ما تعرفش. من 4 سنين ما عادش طريق. شكرا يا حاج. شكرا.